من حوالي 3 سنين ونص كان في اتوبيس بيعدي معبر رفح وجواه مسافرين فلسطينيين رايحين مطار القاهره. فجاه مسلحين بملابس مدنيه وقفوا الاتوبيس، نادوا على اسماء 4 اشخاص واخدوهم لمكان مجهول. وقتها حركه حماس قالت ان الحادث وقع جوه منطقه امنيه مصريه، والاتوبيس كان تحت حراسه امنيه مصريه، وبالتالي السلطات المصريه مسؤوله ايا كان جهه الاحتجاز. امبارح وبعد 3 سنين ونص من الاختفاء، المخطوفين الأربعة رجعوا بيوتهم ومعاهم فرحة كبيرة طبعا من أهلهم، ومعاهم كمان أسئلة كتير عن سر المشهد ده اللي بيتزامن مع نهاية زيارة طويلة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إلى مصر. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير ونرجع نبدأ النقاش. فرحة في قطاع غزة بعودة أسرى محررين، وهذه المرة لم يعودوا من الشرق بل من الغرب. 4 عناصر بكتائب القسام كانوا قد اختفوا قبل سنوات في مصر قبل أن يعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس نجاح الحركة في تأمين عودتهم، موجها الشكر للسلطات المصرية دون أن يذكر أي معلومات عن جهة احتجازهم أو إن كان إطلاقهم جزءا من اتفاق سياسي مع الجانب المصري. كان عناصر القسام الأربعة قد تم اختطافهم من جهة مجهولة عام 2015 فور عبورهم معبر رفح في طريقهم إلى مطار القاهرة للعلاج بالخارج حسب رواية حماس، ولم تعترف أي جهة باختطافهم على الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى الجهات الأمنية المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر. قرار الإفراج المفاجئ شمل أيضا 4 فلسطينيين آخرين غير منتمين للحركة، وبحسب موقع مدى مصر طالبت المخابرات المصرية بأن يتم تسليم 8 دون أي وجود إعلامي، وأن يمتنع الفلسطينيون المفرج عنهم عن إجراء أي لقاءات صحفية، كما من اللافت أن وسائل الإعلام المصرية الرسمية تجاهلت الخبر تماما. يأتي الإفراج عن المختطفين بعد 3 أسابيع قضاها هنية في مصر للتفاوض مع المخابرات المصرية حول ملفات عدة، منها الخطة المعروفة بصفقة القرن، بالإضافة إلى ملفات عالقة بين حماس ومصر، منها ما ذكرته تقارير صحفية حول مصادرة مصر لأموال من قياديين بالحركة، وهو الأمر الذي نفاه القيادي خليل الحية للتلفزيون العربي. لا يوجد لنا في مصر أي أموال محتجزة، وما يشاع هو محض افتراءات. العلاقة بينه وبين مصر علاقة متطورة، مصر يعني وعدت بشكل واضح لنا ولكل الفصائل على بقاء معبر رفح مفتوح على الدوام، والحركة التجارية ما بين غزة ومصر مفتوحة على الدوام، لذلك احنا نقدم تقديرنا وشكرنا لمصر على هذه الجهود. وكانت العلاقات بين الطرفين شهدت نقلة نوعية في العامين الماضيين، وظهر ذلك واقعيا في التنسيق الأمني المشترك على حدود سيناء والزيارات المتبادلة بين المسؤولين وإفراج مصر عن شاحنات الوقود التي تمد القطاع، بالإضافة إلى الوساطة المصرية في المصالحة الفلسطينية والتهدئة العسكرية في القطاع الذي ما زال يعاني من أزمة إنسانية خانقة. وينضم إلينا من غزة حمزة أبو شنب مستشار مركز مسارات للدراسات السياسية، وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف هاني الأعصر الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أهلا بكم معايا، شرفتوني. وأبدأ مع حضرتك سيد هاني، وبعد 3 سنوات ونصف من النفي المصري القاطع لوجود الـ4 شباب داخل مصر، بنشوف الـ4 شباب يعودوا مرة أخرى إلى غزة بدون أي بيانات رسمية خارجة من يعني وزارة الخارجية المصرية أو أي جهة رسمية. إيه تفسيرك لهذا المشهد؟ تفسيري إيه بالضبط، للإفراج ولا لعدم صدور بيان؟ لعدم صدور بيان. لعدم صدور بيان يوضح أن طوال الفترة اللي فاتت، طوال 3 سنوات ونصف من التساؤل عن مكان وجود الشباب، كان دائما ما بيتم النفي، والآن نجد الشباب فجأة ظهروا وروحوا لأهله. تمام، هو يعني مبدئيا بس انا يعني احب اقول ان الملف ده في ايد المخابرات العامة، تمام؟
وايا كانت الجهه اللي قبضت عليهم، لكن يظل ملف الافراج من عدمه وملف التفاوض اصلا مع حماس او اي ملف الفلسطيني كله، يعني كل الفصائل بالطرف الاسرائيلي الى ما اخر ذلك كلهم، ده ملف ملك المخابرات العامه المصريه من ايام تاسيس الجهاز. وبناء عليه الجهاز لم يعتاد انه يطلع بيانات للتعليق عن اي امور تتعلق بالدور اللي هو بيعمله الا قليل، يعني نادرا ما كنت تلاقي جهاز المخابرات العامه المصريه يطلع بيانات يقول انا عملت ايه وليه، تمام؟ وده طبيعه عمل الجهاز والسريه، التدابير السريه اللي بتحيط بعمله. فده تفسيري عن فكره انه ليه ما فيش بيان، تمام؟ الموضوع مش تجاهل ولا اي حاجه. وبالمناسبه لو الجهاز عاوز يخلي الصفقه دي تتم بشكل سري كان هيفرض على حماس انه الشباب يفرج عنهم، تمام، بدون البيانات اللي صدرت النهارده او بدون الحديث عن المفاوضات اللي نجحت وتم الافراج عن الشباب ويتقال ان الشباب رجعوا من اي حته. دي كلها امور بيتم التفاوض فيها والوصول لحلول توافقيه بين الاطراف المتفاوضه، تمام، ما بينها وما بين بعض، وكل الامور يعني بتحصل بالتراضي زي ما بيقول. فانا لا اتخيل ان الطرف المصري اتفاجئ باعلان حماس او انه البيان احرجه او كلام من ده. انا ظني ان كل ما حدث هو تم تدبيره وتم ترتيبه بمعرفه جميع الاطراف المتفاوضه سواء الطرف الفلسطيني او الطرف المصري. فده فيما يتعلق بالاعلان عن الموضوع يعني. طب استاذ هاني، اما فيما يتعلق اتفضل. لا اتفضل حضرتك كمل يا فندم. اما فيما يتعلق بالافراج عن الشباب، انا في تقديري يعني خطوه من الخطوات وكارت من كروت التفاوض اللي بتستخدمها السلطات المصريه لكسب حماس وضمان طاعتهم وولائهم للطرف المصري. يتعلق بالقضايا المفتوحه، عندنا ملفين مفتوحين مع الطرف الحمساوي، الملف الاولاني طبعا ملف المصالحه الفلسطينيه، والملف الثاني ملف التهدئه مع الجانب الاسرائيلي والعمليات العسكريه او التصعيد اللي حاصل في القطاع بقاله فتره. وبناء عليه انا ظني ان هو كارت الطرف المصري بيقدمه للطرف الفلسطيني ممثلا في حماس، بحيث انه حماس تبقى خلاص هي هتقدم هي كمان الفتره اللي جايه بعض الدعم او بعض الترتيبات اللي الطرف المصري هيطلبها فيما يتعلق بالملفين. واعتقد انه الحديث اثناء قمه موسكو اللي حصلت الشهر اللي فات والتاكيد على انه حماس ملتزمه بالتصور المصري للمصالحه الفلسطينيه، فضلا عن الاجتماعات اللي تمت خلال شهر فبراير خلال وجود هنية في القاهرة والحديث عن أنه هو موافق على فكرة التهدئة بشرط أن تكون التهدئة مع الطرف الإسرائيلي من الطرفين وأن تكون إسرائيل ملتزمة بالتهدئة. أعتقد دي كلها أمور بتقول أنه في تفاهمات حاصلة ما بين الطرفين بشكل أو بآخر. طب استاذ هاني، هل حضرتك شايف ان في تطور في ملف المصالحه؟ يعني من اكتوبر 2017 من وقت الاحتفالات بملف المصالحه تقريبا، وكان في احتفالات كبيره يعني بتقدم الوصول للملف، بعد كده ما سمعناش حاجه خالص. هل حضرتك شايف ان في تقدم في هذا الملف في الفتره الاخيره؟ المصالحه الفلسطينيه التقدم من عدمه لا يتوقف على الدور المصري فقط، لانه انت عندك اطراف فلسطينيه احيانا بتضطر ان هي تصعد قدام بعضها، احيانا بتضطر ان هي بيبقى بقى في تلاكيك ما بينهم وما بين بعض لاسباب او لاخرى. المرات اللي كان فيها حماس الاول هي اللي بتبقى رافضه والى اخره، فحصلت جهود مصريه بحيث انه حماس تبقى خلاص بترضخ للمطالب المصريه والشروط المصريه اللي مفروضه في ملف المصالحه، فنكتشف انه طب السلطه الفلسطينيه عندها مشكله بعد الازمه اللي حصلت ومحاوله اختيار رئيس الوزراء اللي تمت اثناء زياره رئيس الوزراء للقطاع، فتكتشف انه السلطه الفلسطينيه تقول طب انا مش موافقه على التصور المصري او المبادره المصريه الى اخر هذه الامور. فالموضوع مش متوقف على مصر بقدر ما هو كمان متوقف على الاطراف الفلسطينيه، ان هم لازم يبقى في مرونه كافيه تكون المرونه المطلوبه لنجاح
المبادرة المصرية فيما يتعلق. شكرا لك أستاذ هاني الأعصر الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، شرفتني أستاذ هاني، وعودة مرة أخرى سيد حمزة، وشكرا لسعادة صدرك وانتظارك معايا. وخلينا نبدأ من اليوم، والحقيقة أن كل البيانات الرسمية وكل اللقاءات الإعلامية اللي قامت بها حماس لم تتطرق إلى جهة احتجاز الشباب على الإطلاق، وزي ما احنا ما شفنا في موقع مدى مصر ان قالوا ان في مصدر قال لهم ان كان ما من ضمن الاتفاق ما بين الاجهزة الامنية وما بين حماس ان ما فيش اي معلومات تسرب الى الاعلام. ايه تفسيرك للمشهد ده؟ لا، هو بداية قضية رسمي وغير رسمي، هناك كان واضح هذه القضية أخذت بعد منذ بداية الحادثة، منذ عام 2015 أغسطس 2015 عندما جرت هذه الحادثة واختطاف الأربع شبان أثناء طريق علاجهم. كان واضح، صدر بيان باسم كتائب القسام، والشبان ينتمون إلى كتائب القسام، صدر بيان رسمي باسم كتائب القسام وقال أن هؤلاء تتحمل السلطات المصرية هذا الملف. لكن في ذاك الوقت كان هناك حالة من التوتر ما بين حركة حماس في العلاقة بين حماس ومصر. بعد منتصف يونيو 2017 وزيارة يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة جرى تحول، هذا التحول قاد إلى العديد من الملفات. هذا الملف لم يتحرك اليوم أو لم هو انتهى يوم أمس، ولكن قبل عام أيضا المخابرات المصرية أعطت معلومات لحركة حماس عن أن هؤلاء الشبان موجودين لديها، محتجزين لديها، وهم أحياء، وقد تم إبلاغ عائلاتهم، وبقي الأمر لحين ما أفرج عنهم، أي أنه الحديث على أنهم أين كانوا يحتجزون. الآن هناك في منطقة سيناء يعمل عدد من الأجهزة الأمنية المصرية، فلا أحد يستطيع هنا، ربما مصر لا تريد أن تكشف من الجهة التي اعتقلت هؤلاء داخل منطقة سيناء، ولكن ربما المتابع لأحداث سيناء يدرك أن ربما المخابرات الحربية هي التي قامت باعتقال هؤلاء الشبان في ظل الظروف وحالة التوتر التي كانت سائدة في منطقة سيناء، المنطقة الأمنية في منطقة سيناء، وكان في ذاك الوقت عملية أمنية، وتم إنهاء هذا الملف بعد تطور العلاقات بين حركة حماس وبين الجانب المصري في أكثر من قضية وأكثر من ملف. طب بالضبط، البعض وضع الإفراج عن الأربع شباب وأربعة آخرين على أنه تم في إطار اتفاق سياسي ما بين حركة حماس وما بين الأجهزة الأمنية في مصر. إيه اللي ممكن تكون حماس قدمته لمصر من أجل الإفراج عنهم؟ لا، هذه من يتحدث بهذا الأمر أعتقد ربما لديه ضعف في متابعة العلاقة، أو لا يستطيع أن يقرأ عمق العلاقة التي نتجت ما بين حركة حماس وبين مصر. هناك صحيح هناك اختلاف استراتيجي بين رؤية مصر للعديد من الملفات ورؤية حركة حماس، ولكن هناك مجموعة من القضايا الساخنة لا نستطيع أحد أن يتجاهل طبيعة التعاون الأمني التي تحدث في على جانبي الحدود بين مصر وبين بين منطقة رفح، بين يعني حركة حماس والأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة والجانب المصري لضبط الحدود، وهذه كانت نقطة مهمة وأثيرت أكثر من مرة. هذا عزز طبيعة العلاقات حتى في ظل حالة التوتر، وحتى في ظل تراجع ملف المصالحة، مصر بقيت حريصة على أن تبقى قناة الاتصال ساخنة مع حركة حماس، وألا تقطع قناة الاتصال، وألا تعود لما كان الوضع عليه قبل 2015، لأن ذلك بالنسبة لها هي جزء من حالة الاستقرار. العلاقة مع حركة حماس هي جزء من حالة الاستقرار في منطقة سيناء، وهذا أيضا بالنسبة لحماس يخدم حركة حماس في قطاع غزة، لذلك هناك عمل مشترك. أما الحديث عن القضايا السياسية، مصر تدير العديد من الملفات، ولكن هذه الملفات مصر تديرها كوسيط وليس كطرف. عندما نتحدث عن ملف التفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014، نحن نتحدث عن طرفي، هي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والعدو الإسرائيلي. مصر هنا تلعب دور الوساطة، فماذا ستقدم حماس لمصر حتى تلعب دور الوساطة بصورة أكثر؟ والجميع يدرك أن الأدوات التي تستخدمها حركة حماس في قطاع غزة من الحراك الجماهيري، تصاعد عملية الإرباك الليلي، التصعيد المحدود، هي الأدوات التي تجبر الاحتلال في وقت لا يريد التصعيد تجاه قطاع غزة، تجبر الاحتلال على أن يحرك الوسطاء. فإذا لا ثمن في هذه القضية. عندما نتحدث عن ملف المصالحة، هناك قناعة لدى
الأجهزة لدى جهاز المخابرات المصري وحتى لدى الرئاسة المصرية بأن من يعيق المصالحة بصورة حقيقية هي حركة فتح وليس حركة حماس. ومصر جاءت لقطاع غزة برئيس جهاز المخابرات السابق، زار قطاع غزة وكلف العديد من الضباط المخابرات الذين زاروا قطاع غزة وتابعوا عن كثب عملية تسليم واستلام الحكومة، وخلصوا إلى نتيجة أن حركة فتح لا تريد أن تسير بالمصالحة وفق الرؤية المشتركة الفلسطينية، إنما تريد لديها رؤية خاصة فيها تريد أن تفرضها. هذا هو الملف الثاني الرئيسي. إذن أما باقي الملفات مرتبطة بقطاع غزة، فهناك تحسن على أداء المعبر وهذه ليس من اليوم، وهذا نتاج حراك مسيرات العودة الذي أتت جزء من هذا الثمار. هناك أيضا تخفيف بعض المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة، وهذا حاضر له أكثر من عام تقريبا، ومصر تقدم تسهيلات باتجاه السولار والتسهيلات تجاه الغاز. فهذه هي الثلاث قضايا الرئيسية التي ترتبط بها العلاقة ما بين حماس ومصر. فأي من هذه الملفات ممكن أن تقدم حماس تنازلات؟ وماذا تريد مصر من حماس حتى تقدم حماس لها تنازلات؟ العلاقة بين مصر ليس طرفي نزاع، لا يوجد نزاع بين مصر وحركة حماس حتى يكون بين الطرفين حالة تنازلات، إنما الحالة هي حالة مصالح مشتركة بين مصر وبين حماس. هذه المصالح كلما توضطت العلاقات في مصر، بعض الأصوات الإعلامية في مصر قالت أن هناك تطور في العلاقة ما بين حماس وما بين مصر بشأن التعاون في مواجهة الإرهاب في سيناء. هل عندنا معلومات عن ماذا حدث في التطور في هذا الملف؟ لا، هو قضية سيناء مرتبطة بشكل أساسي في موضوع الحدود. يعني دور حركة حماس في قضية سيناء هي مرتبط بضبط عملية الحدود. كان في السابق هناك بعض التفلتات على الحدود، أن هناك يقوم بعض العناصر، لأن هناك منطقة حدودية يوجد بها تجمع عائلات، أي لدينا عائلات موجودة في منطقة قطاع غزة ولديها امتدادات موجودة في رفح المصرية. كان هناك بعض التنقلات لبعض المقاتلين الذين يقاتلون ضد النظام المصري، كانوا أحيانا يهربون تجاه قطاع غزة نتيجة عدم ضبط الحدود. هذه النقطة تم علاجها وتم ضبط عملية الحدود وتشديد الحراسة على الحدود، فهذا الدور الأساسي التي تقوم به حركة حماس. أيضا كان هناك بعض العناصر التي تهرب من قطاع غزة تجاه منطقة سيناء، وأيضا تم ضبط هذه العملية ولم يعد أحد يستطيع الخروج نتيجة ضبط عملية الحدود. في هذا الاتجاه يتم تقديم ما تقدمه حركة حماس في طبيعة العلاقة تجاه ما منطقة سيناء. أما داخل سيناء وما يتعلق في محيط سيناء، لهذا دور الجانب المصري ولا علاقة لحركة حماس. شكرا أستاذ حمزة أبو شنب، مستشار مركز مسارات للدراسات السياسية، كنت معنا من غزة. شرفتنا يا أستاذ حمزة، وشكرا لكم لمتابعتكم. ليلكم سعيدة وبكرة.